خلونا نشوف مع بعض أيضا الزعتر. لما نحكي عن الزعتر فأكيد الزعتر هو بيحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، فما بالكم لما الزعتر يكون أصلي وصحيح ومعمول بأيدي أردنية ونسمية أردنية قررت أنه تحول مطبخ بيتها لمطبخ إنتاجي ومصنع إنتاجي وتحول لنا من مواد بسيطة جدا زعتر على قولها بلشت تصدره للخارج. يعطيك العافية، عارفينا بنفسك. يعافي قلبك يا رب. أنا اسمها نغيث، صاحبة مشروع الزعتر. بلشت من تقريبا من 8 سنوات. كنت أجيب زعتر صراحة بس ما أدوق طعم الزعتر فيه، فبلشت أجيبه أنا أساويه بالبيت، من طبعا من مزارع أردنية، هذا الإشي اللي بيميزه. بغسله وبعمله بلقطه بنشفه طبعا نظيف يعني 100%. بضيف عليه بس السمسم والسماء، وبضيف عليه زيت زيتون برضو من الأردن كمان، وملح الهيمالايا. هذا الشيء. ثاني شيء ثاني، أنا بصراحة حابة إنه بالأردن يعني ما لقيت زعتر بجودة عالية، خلينا نقول كواليتي تكون كتير عالية، فحبيت إني أبلش بهذا المشروع. هلا قلنا إنه مشروعك مرخص صحيح؟ طبعا رخصته صراحة جديد، رخصته من وزارة الصناعة والتجارة، وإن شاء الله يعني أنا بلشت هلا يعني ماشي بوراق بالأمانة، بدي أعمل رخصة مهن منزلية. أنا منزلي مشروع من المنزل لسه، إن شاء الله إنه يعني حلمي إنه يكبر ويكبر ويوصل لكل العالم، لأنه صراحة عندي كتير ناس بياخدوه، خلينا نقول وصل لأمريكا، وصل لكندا، وصل لألمانيا، إيطاليا. يعني والله بنفتخر فيك اليوم، وكمان موجودة داخل مهرجان الزيتون. دايما بنحكي لكم أنه أنتوا قادرين تصنعوا فرصة شغل من نفسكم، وكثير النسبية الأردنية والسيدة الأردنية معروفة كيف بتقدر تحول مطبخ بيتها لمطبخ إنتاجي وتعمل صناعة وطنية من داخل مطبخ البيت تحاكي فيه جودة صناعات عالمية. دايما بنشجع على المنتج الأردني والصناعة الأردنية، فما بالكم لما تكون المنتجة والمصنعة هي نسمية أردنية. نرجع لكاثي ورعد ليكملوا ما تبقى اليوم من مهرجان الزيتون والجولات الرائعة اللي للأمانة ما رح تملوا منها. نتمنى لكم دائما متابعة ممتعة.